العلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فتاوى على الهواء، الذي نواصل الحديث في جزئه الأول عن المذهب المالكي وجذوره وأصوله، صحبة ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا بكم. شيخنا، كنا نتحدث عن تطور المؤلفات والمصنفات في المذهب المالكي، ووصلنا عند خليل وشروحه. لو نواصل الحديث عن المؤلفات في المذهب المالكي والمصنفات وتطورها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. والحقيقة هنا يعني كأننا وصلنا فيه إلى مختصر خليل وإلى شروحه وإلى حواشيه، ووصلنا إلى قضية مختصر المختصر، وأخرج مسالك للدردير الذي اختصر فيه شرحه الكبير، وحش عليه الشيخ الصاوي، بينما شرح الكبير حش عليه الدسوقي. نعم. وكان الطلبة إلى عهد قريب لما كانت المناهج فيها نوع من القوة إلى حد ما، كان حاشية الدسوقي على شرح كبير هي التي تدرس في الجامعات، المساجد أيضا. المساجد يدرسونها كلها، لكن في الجامعات لا. خفت المسألة لدرجة أن كلية الشريعة بسنواتها الأربع تدرس حوالي 200 صفحة في السنوات الأربع، بينما هو يعني الدسوقي 200 صفحة من كم؟ 2000 صفحة، 2000 صفحة العشر يعني تقريبا. نعم تقريبا. على كل حال، بقي لنا من الأمور التي يجب أن نتحدث عنها هي مسألة قبل ابن الحاجب اشتهر كتاب أيضا يعني في الفقه المالكي، وكان عليه معول الناس، وهو عقد الجواهر الثمينة. عقد الجواهر الثمينة لابن شاس، وهو من علماء مصر. نعم. ابن شاس هذا تأثر في منهجيته بالغزالي رحمه الله تعالى، رحمه الله الجميع، في كتابه وجيز. الوجيز. نعم. أعجبته الطريقة. نعم. ومع ذلك قلنا اتهمه بعض من درس هذا الأمر بأنه هذا الإعجاب بالمنهجية أثرت عليه حتى في الموضوع، فتسلل إلى بعض المختصر بتاعه ابن شاس هذا، والحقيقة مش مختصرة بمعنى الكلمة، تسربت إليه بعض المسائل من الأحكام في الفقه الشافعي. أنظن واحد مرت بي، لا نسيت، نعم، أنظن أحد الليبيين عمل رسالة في هذا الشأن، كأنها، نعم، كأنها مرت بي لما كنا اختلطت علي الأمور في تأثره بالمذهب. نعم. بما كتب الشافعي. نعم. على كل حال، ابن شاس تأثر كبيرا في هذا، يعني هذه لا خفاء فيه، وتمنى عندما قرأ الوجيز الغزالي، كأنه، احنا قلنا الغزالي ينطق بطريقتين، الغزالي والغزالي، يعني انتبه إلى أن المذهب المالكي المفروض أن يكون لديه مختصر يشبه هذا المختصر الذي هو في فقه الشافعي. نعم. فألف كتابه عقد الجواهر الثمينة. نعم. وبعد ذلك يعني ابن الحاجب تأثر
هذا الكتاب تأثر بعقد الجواهر الثمينة، فألف مختصره تتبع فيه عقد الجواهر الثمينة. فإذا عقد الجواهر الثمينة تأثر منهجيا فقط نعم بالوجيز، وأما ابن الحاجب فتأثر منهجيا وموضوعيا بابن شاس، ألف قلنا مختصره الذي عرف أو هو سماه جامع الأمهات الذي تحدثنا عنه، وقلنا شرح شرحا مسهبا من قبل التوضيح لخليل وابن عبد السلام، وابن السلام شرح أطول وأوسع نعم. وبعد ذلك تحدثنا عن قضية الشيخ خليل وكيف نعم اختصر حتى هو ابن الحاجب، لكنه يعني لم يعول فقط على ما في ابن الحاجب، وإنما أخذ من المطولات، وذكرنا الحلقة السابقة ذكرنا مصطلحاته كيف يعني لما يذكر القول بالاسم، ولما يذكر القول بالفعل، ولما يذكر الظهور بالاسم إلى آخر مصطلحاته الأربعة المعروفة. نعم تحدثنا عن ذلك. هذه بالنسبة لقضية ابن شاس. تركنا احنا طبعا تكلمنا عن قضية بعض التسلسل وبعض المختصرات، تحدثنا عن مسألة الرسالة فيما أعتقد. نعم. والرسالة هذه طبعا كتب لها البقاء سبحان الله إلى يومنا هذا، واعتنى بها الناس شرقا وغربا حتى أصبحت عند المالكية يعني مصطلح، إذا ذكر الرسالة فإنه ينصرف إليها ابن أبي زيد، وكما تنصرف الرسالة في مسألة أصول الفقه رسالة الشافعي، رسالة الإمام الشافعي رحمه الله الجميع. نعم. ولذلك يعني بعض الناس الذين اعتنوا بشروحها، أقصد بتعداد شروحها، أوصلوها إلى تقريبا 120 شرحا الرسالة. نعم الرسالة. ولازال الناس يشرحونها إلى يومنا هذا. يعني ابتدأ شرحها من حياة المؤلف ووصلت إلى جيلنا الآن. نعم. بين حين والآخر واحد يشرح الرسالة شرحا، إما يكون موجزا أو تعليقات أو كذا، أو شرحا مسهبا. حتى في المساجد وكذا تشرح في الدروس وكذا يشرحها كثير. حتى في المساجد وكذا تدرس وتشرح أكثر من غيرها، تدرس في المساجد وفي الدراسات النظامية. نعم كانت ضرورية، كانت عندنا الرسالة وبعض شروح، وبهذه المناسبة هي شرحت شروح كثيرة. نعم. فربما يكون أول شرح لها هو شرح الأبهري، أبو بكر الأبهري علامة المدرسة الملكية في العراق. نعم. هذا الرجل يعني ليس عاديا، ولذلك أصحاب التراجم يقولون إن أصحاب المذاهب المختلفة يرجعون إليه في قضية مسائل مذهبهم، إذا أرادوا أن يتأكدوا من أن المذهب فيه المسألة الفلانية يرجعون إلى الأبهري. نعم. مع أنه ليس على مذهبهم. نعم. قد كان الرجل يعني سبحان الله، نعم رزقه الله سبحانه وتعالى فهما ثاقبا، ويعني يذكر هو أنه قرأ مختصر ابن الحاجب أكثر من 200 مرة. يعني 200 مرة سبحان الله، يعرف مختصر واحد هذا، مختصر ابن عبد الحكم، مختصر ابن عبد الحكم 200 مرة قريته. نعم. فيعني شروح الأبهري مهمة، ولو أنها فقد أكثرها، ولكنها تمتاز بأنه دلل للرسالة. نعم. كان معتنيا بالأدلة. وسنتحدث بعد قليل عن قضية اعتناء المالكي بن مديئة بالأدلة، خصوصا وأنه توجد صيحات كثيرة وهي قديمة. نعم. ولكن بعض حتى العلماء، بعض العلماء الذين لا اطلاع لهم على قضية كتب المذهب يعتذرون عن المالكية، فيقولون يعني لم يدللوا مذهبهم لكذا وكذا، يعددون أسباب معتذرين. والحقيقة أنهم دللوا المذهب أكثر من اللازم. نعم.
فهذا الأبهري كتب، ولو أن كتبه لم تصلنا، ولكن المترجمين يتحدثون عنها. وقلنا يعني إذا كان بالإمكان أن نتحدث عن من دلل بهذه المناسبة، من دلل عن المذهب وتحدث ووسع الحديث على كتبه المختصرة، فأول ما يجابي هنا بعد الأبهري هو ابن القصار، أبو الحسن ابن القصار. أبو الحسن ابن القصار هذا من علماء المدرسة المالكية العراقية، كان له يعني كبير الشأن في مسألة المذهب، وألف كتابه الموسوعي هو عيون الأدلة. عيون الأدلة هذا يعني يصفه صاحب طبقات الفقهاء الشيرازي، والشيرازي شافعي، يصف عيون الأدلة بأنه لم يؤلف مثله، وفعلا هذا يعني موسوعة عيون الأدلة. وطبعا ضاع أكثره ووجد بعضه، وقد حققه بعض علماء السعودية، حقق كتاب الطهارة في 3 مجلدات طبعت. هذه أدلة الطهارة بس، الطهارة فقط، 3 مجلدات. نعم 3 مجلدات. سبحان الله، الذي لم يطلع على ابن القصار يقول إن المالكية لا دليل لهم في مذهبهم. ويوجد بعض الأجزاء الأخرى المتناثرة قالوا لي إنها حققت في المغرب، وهو موجود بعض منها في المغرب. نعم. ويعني بعض أبواب الرقيق موجودة أيضا، طلعت عليها. وكذلك الأبواب الأخرى، لكن معظمها ضايع. نعم. فهذا سبحان الله يعني موسوعة كبيرة جدا. نعم. حتى إنك إذا قرأته تمل من ذكر الأدلة. تقول ليته اعتمد على دليل واحد حتى يكون الكتاب أقل وما يملش القارئ، ويستفيد القارئ بسرعة وتنتهي العملية. لكن هو بما أنه عاش في المدرسة العراقية، المدرسة العراقية وهي يعني مملوءة بالمذاهب المختلفة، المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والمذهب الحنفي، والجدل والجدل بينهم على أشده النقاشات. هذا اللي يجعل المدرسة فيها حركية تتحرك. نعم، لأن في فرق بين، ولذلك كثير من الناس يسألون عن قضية يعني المذهب المالكي، أحيانا في بعض كتبه خالي من الدليل. نعم، قلنا هذه لا تختص بالمذهب المالكي أصلا، بل توجد في المذاهب الأخرى بعض الكتب التي لم تعتني بالدليل قصدا، يراد للقارئ أن يفهم الحكم الفقهي مباشرة. وخصوصا الناس الذين لا يبحثون عن الأدلة، يريدون الحكم فقط، هذه مهمتهم، هذه واحدة. الثانية، بعض المناطق التي انتشر فيها المذهب المالكي يعني ليسوا محتاجين إلى قضية الأدلة. لماذا؟ لأن الساحة، إذا صح هذا التعبير، هي خالصة لهم، لا توجد مذاهب أخرى حتى يحتكوا بها، كما هو الأمر في العراق كما ذكرنا. ولذلك هذا الفرق بين قضية المدرسة العراقية في كتبها والمدرسة المالكية في المغرب. نعم، فهناك هذا الفرق. نعم، يعني الاختلاف مع المذاهب الأخرى ساعد في تطوير المدرسة المالكية وساعد في تطوير المذهب الأخرى. نعم نعم نعم، أصبحت مدرسة جدلية. نعم، يعتني أصحابها بالجدال. نعم، هذا السبب اللي جاءت التفرقة. إذن بالنسبة للمدرسة العراقية اعتنت بالأدلة، قلنا الأبهري وابن القصار يعني. ثم بعد ذلك وصل الأمر إلى القاضي عبد الوهاب، وهو تلميذ لابن القصار، وقد درس أيضا على الأبهري، فاجتمع لديه من المدرسة الجدلية كثيرا،
وقد اعتنى يعني بالتدليل، وقد خدم، وهذه مسألة مهمة، حكاية انسجام المدرسة العراقية المالكية مع المدرسة المالكية المغربية، انسجم انسجاما كبيرا. فهذه الرسالة التي هي مغربية، لأن ابن أبي زيد من علماء المغاربة من تونس، اعتنى بها، هذه الرسالة اعتنى بها الأبهري وهو مشرقي عراق من العراق، نعم، واعتنى بها القاضي عبد الوهاب، نعم، وهو من علماء العراق، نعم، فدرسوا الرسالة ودللوا لها. القاضي عبد الوهاب منه عاش في المدرسة العراقية، دلل للرسالة يعني تدليلات عجيبة واسعة، نعم، لأنه عاش في المدرسة الجدرية وتناقش مع العلماء هناك. فجاء كتابه كبيرا، ولذلك من لم يقرأ شرح القاضي عبد الوهاب يظن أن المالكية أيضا مذهبهم خال من الأدلة، نعم، هو معبأ لدرجة أنك تمل، أنت تقول ليته اقتصر على بعض الأدلة، نعم. فإذا هذان المؤلفان الأبهري وابن القصار، ثم ختم بهم القاضي عبد الوهاب، والقاضي عبد الوهاب أورث المذهب لتلميذه ابن عمروس، نعم، فتجده يتتبعه في هذه المسألة. وسبحان الله، يعني القاضي عبد الوهاب كان معتنيا بمسألة الفروق، الفروق الفقهية، وهو علم يعني علم هذا متخصص، ولكنه يدخل في الأدلة كذلك، لأن الفروق بين الحكمين هذا يعتبر تدليلا لهذين الحكمين. لماذا جاءت المسألتان اللتان ظاهرهما التشابه جاءتا في حكم الشرع مختلفتين؟ لابد أن هناك أسبابا جعلت ذلك. هذا اعتناء علم الفروق بهذه المسألة، نعم، وهذه المسألة اعتنى بها القاضي عبد الوهاب، ذكر ذلك بعض تلاميذه، التلاميذ الذين كتب لبعض مؤلفاتهم الوصول إلينا، يقولون إنه كان كان عنده شغف بقضية الفروق، فكان يملي في مجالسه الفروق بين المسائل، فكتب يعني كثير من تلاميذه كتبوا عنه هذه التفريقات، وهذا تدليل، نعم، لا يذكر الفرق بين هذا وهذا، هذه المسألة وهذه، نعم، وهو علم ربما نتكلم عنه عندما نتحدث عن مساهمات أو دعنا نقول إسهامات المذهب المالكي في علوم مختلفة، من التفسير والحديث ومصطلح الحديث وأصول الفقه والفقه والفروق وإلى غير ذلك، نعم، من التخصصات، كيف أسهموا فيها بمؤلفات كثيرة، سنأتي على كثير منها إن شاء الله تعالى، نعم. طيب شيخ، يعني مما يلاحظه من يدرس المذهب المالكي أو يقرأ المذهب المالكي أن التطور في التصنيف أو طريقة التصنيف وصلت إلى حد أن المدرسة تطورت وأصبح فيها أقوال مختلفة، وجراء هذه الأقوال خرج يعني كأن فقه مقارن داخل المذهب، أقوال مختلفة وخرج فيه ترجيح وتشهير، يقولوا هذا القول المعتمد وهذا القول المشهور، فما المقصود بهذه المصطلحات وكيف نشأت وما المعتمد ولا المشهور أو المرجح في المذهب المالكي من الأقوال إذا اختلفت؟ هذه مسألة مهمة، نعم، هو عندما يعني تقلص الاجتهاد المطلق، وأصبح يعني هم العلماء أن يتوسعوا فيما ذكره غيرهم، نعم، بأشكال مختلفة، نعم، في من يختصرها وفي من يشرحها وفيه من يدللها كما ذكرنا، وفيه يعني كل واحد أخذ جانب من التخصصات فتوسع في ذلك، نعم. أصبحت إذن عناية العلماء بقضية مسألة أخرى، وهي قضية الترجيح والتشهير في المذهب،
لأنهم عاش عندهم ليس لهم يعني اجتهادات أخرى جديدة. ومع ذلك سنلاحظ أنه بين الحين والآخر يخرج علينا عالم يعتني بقضية المسائل الاجتهادية، غير أنه لا يخرج عن أصول الإمام، لكن بصورة عامة ما بعد القرن الرابع يعني صبحت هم العلماء كان متعلقا بقضية الترجيح والتشهير. كلمة الراجح والترجيح يعني مسألة هي اختلف فيها علماء حتى المالكية ومن باب أولى يعني العلماء بصورة عامة. ما المقصود بقضية الترجيح؟ يعني كثيرا ما نقرأ في كتب الفقه هذا قول مرجح أو يعني قول راجح أو قول مشهور أو هذا هو المعتمد في المذهب. في هذه الألفاظ هل هناك فرق بينها أم أنها بمعنى واحد؟ الكلام طويل في هذه المسألة، بعضهم يعني فرق بين هذه الألفاظ الثلاثة وبعضهم جعلها معنى واحدا، لكن هذا المعنى الواحد اختلفوا فيه أيضا، هل هو يعني قوة الأدلة؟ فذهب إلى ذلك بعضهم، ومنهم من قال لا هذا كثرة قائله، لكن في الغالب يعني الراجح لا نقول اتفقوا ولكن شبه اتفاق أن المقصود هو قضية قوة الأدلة التي أدلى بها العلماء في هذه المسألة، فرجحت بماذا؟ بقوة أدلتها. ما قسناها بأدلة الفريق الآخر وجدنا أن هذه أقوى فجعلناه أو فجعلناها راجحة. والتشهير بعضهم قال هو أيضا قوة الأدلة، وهذا يجرنا إلى أن القول القولين أيوة معنى واحد. لكن المعتمد والمشهور هو أن يعني ما كثر قائله هو المشهور، كثر قائله، لكن مش أي قائل، هي مش قضية تصويت، وإنما يقصدون من فطاحل المذهب. العلماء المرموقين في المذهب هم الذين قالوا هذا القول أصبح مشهورا. فكلمة كثرة قائله هذا المقصود بها، مش أي واحد نعم يعد خلاص نعم. وكنا بعضهم قال لا هو ما قويت أدلته، وإذا قلنا بذلك استوى هو والراجح. وبعضهم قال المشهور هو ما قاله مالك في المدونة، لأن مالك عنده أقوال في المدونة وفي غيرها، نعم أقواله مسجلة في كل مكان، فما قاله في المدونة هو المشهور، بل قال بعضهم إنه الراجح كذلك. ولماذا المدونة؟ قالوا المدونة لأنها كتاب موثوق به، فقد وهذه ذكرناها في الماضي، فقد شارك في تأليفه يعني ثلة من العلماء الفطاحل الموثوق بهم، مالك وابن القاسم وأسد بن فرات وسحنون، نعم. فإذا لهذا السبب يعني شهر ما قاله مالك في المدونة، ثم بعد ذلك ما قاله ابن القاسم في المدونة، وما قاله بعد ثم بعد ذلك ما قاله ابن القاسم خارج المدونة. ولكن بعض العلماء المالكية يقولون هناك قبل هذه الفترة ما قاله غير ابن القاسم ولكن في المدونة، فتجد المدونة هي المحور الذي يدور عليه التشهير. نعم. الراجح من هذه الأقوال في قضية المشهور، الراجح هو أن المشهور هو قول مالك في المدونة، نعم، ثم قول ابن القاسم وهكذا. هذا الراجح. نعم. وقضية المعتمد في المذهب هل هي مثل المشهور أم يقصدون بها شيء آخر؟ يعني لما يقول لك المعتمد في المذهب، المعتمد في المذهب يقصدون به ما اعتمده بعض الفقهاء
وهو لا يختلف عن قضية الترجيح. نعم، ترجحه واعتمده هي نفس القضية، بمعنى أنه وافق على هذا الحكم الذي قاله فلان. نعم، ولكن كلامكم يجرنا إلى من له الترجيح والاعتماد والتشهير. نعم صحيح. هذه مسألة نعم يعني مهمة ومتشابكة هي الحقيقة، ولا نستطيع الفصل فيها يعني نعم، بحيث لا يمكن أن يخطى هذا القول أو غيره. نقول يعني بعض العلماء الذين شهد لهم بفهم المذهب وأدلته والخوض فيه ومعرفة أصول المذهب معرفة قطعية يقينية هم الذين تعتمد أقوالهم، ولكن لابد أن نشير ليس معنى ذلك أن يتفقوا على ذلك. أحيانا يقولون في مسألة معينة شهرها فلان، ويقولون في مسألة أخرى مختلفة عنها وهي في نفس الموضوع شهرها فلان، فإذا التشهيران يختلفان وكل منهما صاحبه معتمدة أقواله، فهذه ضروري من نعم. ولذلك لا نتعجب نعم، وهذه تدلنا على سعة المذهب، طالما يعني الذي قال يعني أحيانا يختلف حتى في المشهور شنو في المذهب. نعم نعم، هذا المشهور والله المعتمد، وإلا قضية الراجح أيضا يعني رجح فلان كذا ورجح فلان كذا. نعم، والقولان مرجحان أيضا. نعم، مرجحان. لأن الأقوال فيها نسبية أحيانا. نعم، مش مضبوطة بالضبط يعني. نعم، هذا المشهور معناها ما فيش فعلا. وهذه مسألة تجرنا حتى الكلام على يعني لماذا اختلفت المذاهب. يعني بعض الناس السذاج يقولون لماذا لم يكن المذهب الفقهي في الإسلام واحدة. لا، هذه لا يمكن أن تكون. لا يمكن، لأن هذه ربما لا أعرف أدبناش عليها حاليا، لكن هذه تتصل بالفقه المقارن. نعم، هذه لابد من وجودها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس في بفهوم مختلفة. نعم، واحد يفهم هذا القول بكذا والآخر يفهم في حالة ما يكون اللفظة الشرعية التي وردت في القرآن أو السنة يعني يمكن تأويلها بكلا التأويلين، فأحد العلماء يفهمها بشكل كذا وعالم آخر يفهمها بكذا، فلا بد من أن تكون هكذا، ولذلك نشأت المذاهب. نعم، وصار اختلاف في داخل حتى المذهب، صار خلاف في المذاهب نفسها، ثم المذهب نفسه يصير فيه خلاف كذلك، إما في فهم الدليل أو في فهم طريقة طويلة أو في كلام لإمام إمام المذهب فهم كلامه بكذا وفهمه عالم آخر مشهور بكذا. نعم، يعني ما أكملنا شيخ صهيب قضية الذين دافعوا عن المذهب بأدلة مختلفة، ذكرنا منهم الأبهري وابن القصار والقاضي عبد الوهاب. نعم، بعد الفاصل إن شاء الله نكمل بقية الذين دافعوا عن المذهب ودللوا عليه. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل، فابقوا معنا. وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. وعنوي عليها اللي طويلة وعالية، ولا كيفها تفاح لا ليمون، ولا كيف هامون، ولا كيفها مولات السنام الفالية، سنين الجدب وقت المطر بالهون تخلي الخوابي والغراير مالية، ويا ما كلفتي من مليح قرون، ويا ما نهضتي من هزيلة وبالية، غاب تمرك صاحبك ممنون يشرب عسل قلبك إن كنتي حايلة، واللي غرس غيرك شقاه يهون، واللي غرس غيرك بلادة خالية، نطلب المولى ينورك يا هون ويحفظ لنا نم الحنون الغالية. هون السر المدفون يأتيكم في الأوقات التالية. وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. شيخنا، وددتم الحديث قبل أن نبدأ في الأسئلة عن قضية العلماء المالكيين الذين اعتنوا بالدليل وذكروا الأدلة في كتبهم ودافعوا عن الأحكام والمسائل الواردة في المذهب، وذكرتم منهم ثلاثة من العلماء: الأبهري وابن القصار والقاضي عبد الوهاب. نعم، ونحن نتحدث عن القاضي عبد الوهاب، وذكرنا كتاب الذي شحنه بالأدلة وهو شرح الرسالة كما ذكرنا. وحقيقة الأمر القاضي عبد الوهاب له ثلاث مناهج في التأليف: منهج للمبتدئين، ومنهج للمتوسطين، ومنهج للذين اكتملت دراستهم ويريدون معرفة أقوال المذهب بصورة عامة. فاجعل يعني المبتدئين جعل لهم مختصرا صغيرا جمع فيه حصيلة الفقه وهو التلقين، وقد طبع أكثر من مرة. نعم، غير أن بعض طبعاته سقيمة، سقيمة جدا. درسناها احنا تقريبا. وشرح وألف للمتوسطين كتاب اسمه الممهد، الممهد في شرح مختصر الشيخ أبي محمد، وشرح ابن أبي زيد القيرواني. نعم، شرحه بشرح هو يعني الذي حقق كتاب قال هذا أكبر كتاب للقضاء بالأبلاء. لا، وليس كتاب أكبر كتاب، وإنما أكبر كتاب هو شرح الرسالة. على كل حال، الممهد هذا جعله المتوسطين، شرح به كتاب المختصر لابن أبي زيد، وقد ذكرناه في حلقة أمس. مختصر ابن أبي زيد، لأن ذكرنا أيضا ابن أبي زيد عنده ثلاث مناهج للمؤلفات: عند الرسالة للمبتدئين، وعند المختصر المتوسطين، وعند النوادر والزيادات للذين اكتملت دراستهم. قضية عبد الوهاب نفس القضية، عنده التلقين للمبتدئين، والممهد المتوسطين، وشرح الرسالة لمن انتهت دراستهم واكتملت. والمعونة أيضا اعتنى فيه بالأدلة، ولا المعونة تدخل معنا في المتوسطين؟ نعم، وفيه ذكر أدلة وهي أيضا مشحونة بالأدلة فعلا، لكنها يعني سريعة. لا، أدلة ليست كشرح الرسالة. وعند كتاب ثاني أيضا شحنه بالأدلة كذلك، وهو صغير ليس كبيرا، وقد اعتني به وحقق أكثر من مرة، و خرجت أحاديثه، اعتنى به أحد العلماء فخرج أحاديثه وطبع هذا التخريج. أكثر من عالم خرج أحاديثه، بعض هذه التخريجات طبعت في 4 مجلدات، ولعل بعضهم طبعها في 6 مجلدات. كتاب نسيته، أنا نسيت اسمه. نعم، شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب، الآن تعملون على تحقيق بعض أجزائه، وصدرت بعض الطبعات لها. نعم، صدرت ثلاثة أجزاء. ثلاثة أجزاء اكتملت، وهي الآن ربما في طريقة الطباعة، والسابع واشتغل. وثلاثة موجودة في المكاتب. موجودة في بعض. نعم. كم تتوقع أن يكون في مجلد تقريبا؟ الآن بعض هذه الأبواب 6 مجلدات، والسابع في الطريق. نعم، أنا أتوقع تكون 12 مجلد. سبحان الله. نعم، يعني تفصيل شديد. جدا جدا جدا. نعم، ايوه. اذا نرجع الى قضية من دلل المذهب غير هؤلاء، المدرسة العراقية بالذات. نعم. ننتقل بعد ذلك الى مسألة ابن الجلاب، ايضا من المدرسة العراقية. وتكلمنا امس احنا عن التفريع، وقلنا هو مختصر ولكنه ليس اختصار لكتاب آخر، بل هو كتاب مختصر في ذاته، مختصر في عرف الفقهاء. إذا لما يقارنونه بالمؤلفات الكبيرة يقولون إنه مختصر التفريع. نعم. وقد شرح وطبع، يعني هذه الشروح طبع منها شرحان الآن، لحد الآن. نعم، يعني أحدها لعله في 5 مجلدات، والآخر في 10 مجلدات. نعم، نعم. هذا بالنسبة لابن الجلاب. من المدرسة المغربية اعتنى بفقه الدليل المازري. المازري شرح شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب،
وقد طبع، هو بعض منا يبدو أنه إما أن يكون مفقودا، لكن سمعت بعض العلماء يقولون لا كله موجود، إلا أن الذي حقق لم يطلع على هذا الجزء الذي اعتبره مفقودا. وهذه عادة في العلماء كلهم، إذا لم يطلع إلا على شيء ما يقول إن هذا هو الموجود من الكتاب، ظن غيره مفقود. يعني طبيعة الحال هذه قضية عادية في البشر بصورة عامة. نعم، المازري هذا اعتنى بهذا، خصوصا وأن المازري كان معتنيا بالحديث، ولذلك هو له شرح على صحيح مسلم، صحيح مسلم، بل لعله أول مالكي شرح صحيح مسلم، وقد طبع هذا الشرح نعم أكثر من مرة. نعم المازري وهو انتمي إلى منطقة مازر بصقلية، نعم صقلية كانت تحت حكم الإسلام. نعم عندنا عبد الحق الإشبيلي، وهو من الذين اعتنوا بالأدلة اعتناء كبيرا، واعتنى بحديث الأحكام، فله الأحكام الصغرى وله الأحكام الوسطى وله الأحكام الكبرى. سبحان الله. نعم، واحد صغير مجمع وقد الأحكام. طبعت الثلاثة ما شاء الله، طبعت من حسن الحظ يعني بقيت إلى يومنا هذا. نعم، عندنا كذلك الباجي رحمه الله تعالى اعتنى بالأدلة، وخصوصا في كتابه المنتقى، الأدلة الفرعية الأصولية والأدلة الفرعية من الكتاب والسنة ومن الأصول، وهو أصولي. نعم، كما هو معروف يعني. عند حتى كتاب في الأصول مشهور، سنذكره عند حديثنا عن إسهامات المالكية في كتب الأصول رحمه الله تعالى. نعم، أن كذلك عياض رحمه الله تعالى في كتابه التنبيهات، التنبيهات المستنبطة، اعتنى بالأدلة ودلل للفقه المالكي. نعم، تدللات كثيرة، وقد طبعت التنبيهات مرتين حسب علمي، أحد الطبعتين أو إحدى الطبعتين في 4 مجلدات، والطبعة الأخرى في 5 مجلدات. نعم، ومما ساعد القاضي عياض كما ساعد المازري على قضية جلب الأدلة لمسائل المذهب هو أنه اعتنى بشرح الحديث. نعم، يعني بالنسبة لعياض شرح صحيح مسلم، إذن صحيح مسلم شرحه المازري كتاب المعلم شرح صحيح مسلم، واعتنى به القرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم، وهو غير القرطبي صاحب التفسير. نعم، هذا شيخ صاحب التفسير، شيخه. نعم، واعتنى به كذلك القاضي عياض، شرحه بإكمال المعلم، وشرحه الأبي، والأبي التونسي، هي يعني أكمل ما نقصه الآخرون في كتاب اسمه إكمال الأبي، دار إكمال الإكمال. ثم شرحه السنوسي ومتأخر في كتاب اسمه مكمل إكمال الإكمال. فاعتنى المالكية بشرح صحيح مسلم اعتناء كبيرا. وربما لما نتحدث عن إسهامات المالكية في علوم الحديث وشروحها سنتحدث لماذا اعتنى المغاربة بصحيح مسلم. نعم. طيب شيخ، لعلنا نكتفي في بهذا القدر في قضية التدليل، وإذا بقي شيء نؤجله للحلقة القادمة إن شاء الله. نعم، إن شاء الله نذكره في الحلقة القادمة، لأن فيه بعض الأسئلة. أبدأ بسؤال للأخ محمد من مصراتة، يسأل سؤال عام تحدثنا عنه في حلقات ماضية حول الزكاة، على من تجوز الزكاة؟ الزكاة يعني لمن تعطى يقصد، والله على من تجوز ولا لمن؟ لمن نعم. تعطى ولا لا؟ لا، هو يحكي على قضية زكاة المال. إيه؟ حسب ما فهمت من السؤال. إيه قصد يعني؟ على من تجوز يعني؟ على من تعطى؟ يعني مصارف الزكاة. مصارفها يعني. أيوة نعم. إذا مصارفها هي تولى بذكرها القرآن الكريم،
ويعني وهي اللي هي قضية الفقراء والمساكين، هذا يعني صنفان وقد شرحناهما كما ذكرتم. وفرق المالكية بين الفقراء والمساكين وعملوا قاعدة، قالوا يعني إذا اجتمع يعني ذكر الفقراء والمساكين كل باسمه فقد افترقا، وإذا افترقا فقد اجتمعا. كيف ذلك؟ قالوا إذا ذكرنا الفقير والمسكين فنقصد بالفقير ما من يملك، من لا يملك قوت عامه عند أقل ما يكفيه في العام، سواء كان بما ادخره أو كانت له صنعة تقوم بنفقته لمدة أقل من عام. والمسكين هو من لا يملك شيئا، لا يملك قوت يومه. نعم، هذا إذا ذكرنا الاسمين فقير والمسكين. وإذا يعني ذكرنا واحد منهم فقط، قلنا الفقراء بسرعة أو المساكين بسرعة يشمل الاثنين. أيوة يشملهم اثنين. وأن المصرف الثالث هو العاملين عليها. نعم، العاملين عليها هم اللي يجبوا. نعم، الأصل فيها أن الحاكم يبعثهم لقضية جلب الأموال، سواء كانت النقود، نعم الذهب والفضة كانت، أو قضية الزكاة الماشية. نعم، وزكاة الحرث كذلك تجبى، ولكن لن تدخلوا في نيات أصحابها، بل هم الذين يسلمونها إلى الجابي. نعم، وقلنا بعث الجابي هذا يعني تخفيف عن الناس. لما يأتي الجابي إلى 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 السقائين، مكان اللي يسقوا فيه الماشية، فيعدون عليه ماشيتهم، هذا تخفيف عن الملاك. فلو كلفنا الملاك أن ينقلوهم إلى العاصمة الإسلامية لكلفناهم عنة. ولذلك يقوم بذلك هؤلاء العاملون، عاملون عليها الزكاة، يعطون من الزكاة. نعم، إذا لم يكن لهم راتب من بيت المال، إذا كان هذا هو عملهم، خلصوهم منين؟ ندفعوا لهم منين؟ من الزكاة. والمؤلفة قلوبهم، وقد اختلف الناس في ذلك، وهذه الكلمة تحدثنا عنها قبل قليل، قضية الاختلاف ماذا؟ يعني بعضهم قال هم الكفار الذين فيهم أمل كبير أن يسلموا، أن يسلموا، أن يدخلوا الإسلام. يعني فهذا الإعطاء من الزكاة يقربهم إلى الدخول للإسلام. وبعضهم قال لا، المؤلفة قلوبهم، هم ناس دخلوا الإسلام من قبل، دخلوا الإسلام، ولكن هذا الإعطاء يقوي فيهم الإيمان عشان يثبتوا حتى يستمروا على هذه المسألة. نعم، نعم. وهذه مسألة لا تنكر. بعض الناس ربما يقول لك سبحان الله، نحن يعني هي قضية إيمان، والله قضية أن يعطى شيء. لا، قضية المال هو المؤثر في الحياة بصورة عامة على البشر كلهم. إذا وجد أحد شاذ فهذا لا حكم له، دائما الشواذ لا حكم لهم. وأما البقية الباقية يؤثر فيهم المال كلهم. نعم، لكن الفارق بين من خاف الله واتقاه وبين غيره أن يراعي نعم طاعة الله في هذا المال. وأما الذي نعم لا يفكر هذا التفكير، ما ليس عنده مشكل. هذا يقتل حتى مسلما ويذبحه عشان ياخذ على خطر دينار. نعم، فهذه لا. نعم، نرجع إلى مسألة العاملين عليها. قلنا إذا لم يكن لهم راتب من بيت المال فإنهم يعطون من الزكاة. المؤلفة قلوبهم ذكرتم، ذكرناها. أيوة، المؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب، نعم، الرقاب هي العتق. لما كان فيه رقيق، نعم، كان يعني الحاكم من بيت المال يعتق مجموعة من العبيد بقدر الزكاة الموجودة، نعم، والفائضة، يعتق هذا الرقيق ويصبحون أحرارا، لهم حقوق الأحرار كذا
نعم، فهذه مسألة مهمة، لأن وهذه مسألة هي تحتاج منا والله الحقيقة، مع أنه ماش موجود هو، أو على الأقل كأن العالم الآن يدعي أن الرقيق غيره موجود، هو الحقيقة هي رق بشكل آخر، هو الأقوياء استرقوا الضعفاء، ولو لم يسموهم رقيقا بمعناه الاصطلاحي، لكنهم رقيق. هي الآن دول بأكملها تباع وتشترى بما فيها البشر الذين هم عليها، بحيواناتهم ومزارعهم ونقودهم وبترولهم وإلى آخره، يباعونها ويشترون. على كل هذا موضوع آخر. نعم، فقلنا ماذا هنا؟ على قضية في الرقاب، تحرير الرقاب. نعم، العتق هذا، والغاية الإسلام حرص على أن يعتق الرقيق، ولذلك دار في الكفارة. نعم، واحدة منها عتق رقبة، ودار حتى في التطوعات، يمكن لشخص أن يعتق رقبة أو رقابا، وهذه كان كثيرة في الصحابة، أتقوا رقابا كثيرة بدون شيء. نعم، لا كفارات ولا حاجة، عبارة عن تطوع، لأن عتق الرقبة أجره عظيم في الإسلام. نعم، بعد ذلك عنا الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثلاثة عنا الغارمين، هذوم المدينين، المدين اللي عليه دين هذا وما قدرش يخلصه، لم يستطع، لكن أي دين هذا؟ هو الأصل فيها أن الآيات نزلت لمن حل به الدين بعد أن أنفق ماله في المصالحة بين المسلمين. نعم، أنفق ماله في هذه المسألة، وهذه مصلحة عامة المسلمين، فعوضه الشارع بماذا؟ بأن يعطى من الزكاة. نعم، لكن بعد ذلك قالوا كل مدين، لكن فقط ألا يكون قد أنفق أمواله في معاصي. نعم، فهذا هؤلاء الغارمون يعطون. نعم، في سبيل الله، في سبيل الله أي الجهاد. نعم، وبعضهم توسع في هذه المسألة، قال كل عمل فيه خير نعم للمسلمين يعتبر في سبيل الله، لكن المشهور عند جمهور العلماء أن المجاهد يختص بالجهاد في سبيل الله، وابن السبيل هو ذلك الذي انقطعت به السبل، وكلمة السبيل هي الطريق. نعم، ولو كان غنيا في بلده يعطى حتى يعود، يعطى حتى نعم ما يعود به لمكانه إذا لم يجد من يسلفه. نعم، فيعطى من الزكاة حتى يصل إلى مكانه، والله أعلم. نعم، الأخ رمضان من الزيتين يقول عجوز، يعني مرأة كبيرة في السن، تقطع الصلاة وتسهى، يعني تصلي أحيانا وتسهى عن الصلاة أحيانا أخرى، فيسأل عن حكمها اللي تقعد، يعني مش أحيانا تضيع منها فرضية الصلاة وما تقدرش تصلي بسبب ما تأثرش هذه. نعم، خلاص لا حرج عليها، تصلي متى ذكرت. أيوة ذلك. نعم، الأخ سليمان يسأل عن نصاب الزكاة هذا العام كم؟ والله الزكاة نصاب الزكاة لا أضبطه على أي عيار يحسب؟ يسأل، لا هو الآن الأوقاف يعني مقرر هذا، كل فترة تخرج بيانا فيه بالنقود الليبية، لكن هو بعيار الكامل الذي ليس فيه خلط، 24 هو 24. أيوة، أظن. الأخت أم عمر من طرابلس تقول فيه عندها مشاكل مع زوجها، وعندها يعني هو مشاكل ومدمن مخدرات، فتسأل بماذا تنصحونها في هذا الأمر؟ هذه مسألة، يعني هي تسيبة ولا تقعد معاه وتصبر؟ أيوة عليه، هذه مسألة هي لا تقال على الهواء. نعم، وإحنا ما نعرفوش الظروف المحيطة لا بالرجل ولا بالمرأة، ولا بالمرأة بالضبط، ولا بالبيئة التي يعيشون فيها. فأنا مش عارف، على كل حال هي هذه هي أضبط وأعرف وأفهم لأمورها ومشاكلها، ومرات نقولها تركيه تقعد بلا الزوج وتحصل لها مشاكل أخرى، ومرات نقولها قعد معاه وقد ليكون العكس هو الصحيح. نعم، هذه مسألة لا أستطيع أن تقدر هي الأمور. أيوة، الأخت إحدى الأخوات على الفايبر تقول وجدت 5 دينار في طريق سفر، فكيف تتصرف بها وهي علما أنها لا، يعني منذ شهر تقريبا وجدتها. هذه لقطة، شن تدير لها؟ خمسة دينار هي مش لقطة، هذه المفروض أن
أن تعرف بها في الأماكن القريبة إذا كانت قالت حال سفر هي. نعم في سفر في طريق سفر. سفر إلا إذا كانت يعني سفر حتى يختلف مرة تكون مكان قريب ممكن الرجوع إليه ممكن الاتصال به بالهاتف إلى آخره فيعلم الأماكن العامة التي يرتادها الناس بأن يعني مبلغا من المال قليل لا يقال 5 دنانير وإلا سيأتي من لا يخاف الله سبحانه وتعالى ويقول أنا أضاعت مني 5 دنانير نعم عندهم مشكل بعض الناس يقول اللقطة هذه بصورة عامة يقول ما من ضاعت له يعني أو من ضاع له مبلغ من النقود ليس كبيرا وبعد ذلك هو يحدد المسألة هذه كم لما يجينا ويقترح أنه له أقول له كم دينار هل هنا 5 دنانير هكذا وإلا 5 دنانير متفرقة وإلى آخره نعم يسأل عن التفاصيل يعني التفاصيل ولذلك كان قديما يقولون أن من جاء يدعي أن لقطة له يعرف الغطاء متاعها وعاها والوكاء متاعها بيش مربوطة كانت هكذا تو يقول لنا هل هي في ظرف والله هكذا وإلا في محرمة وإلا في كذا عم يحدد بها حتى تعطى له نعم وإن لم تجده والله مثلا غادرت المكان وكذا هل يمكن أن تتصدق بها بنية عن صاحبها هي اللقطة لا يتصدق بها إلا إذا بلغت سنة يعني بعد سنة إلا إذا كان المبلغ ضئيلا جدا يمكن الإنسان أن ينفقه حتى على نفسه 5 دينار الآن في ليبيا ضئيل 5 دينار عند بعض الناس يشاملوا فيها 10 يعني الأصل أن هي تخليها عندها سنة إذا كانت تريد أن تعرفها وبعد سنة ممكن تتصدق ذلك بعد ذلك تتصدق بها عن صاحبها أو عن نفسها نعم شيخ بارك الله فيكم شيخ انتهى وقت الحلقة جزاكم الله خيرا ونفع بكم كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة نجيب عما تبقى من أسئلة إن شاء الله في يوم الجمعة القادم حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام بارك الله سل العلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى.